في سياق آخر وتحت رعاية صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، انطلقت أعمال النسخة الخامسة للتصفية النهائية من جائزة الجامعة القاسمية الدولية للقرآن الكريم والسنة النبوية، والتي ستستمر حتى 27 من الشهر الجاري. أيها الذين آمنوا استعينوا. بمشاركة 420 مشاركا ومشاركة من جامعات دول العالم، انطلقت التصفيات النهائية لجائزة الجامعة القاسمية للقرآن الكريم والسنة النبوية. هذه الجائزة التي حظيت بالدعم الكبير من صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، التي تستلهم رؤية سموه ومحورها في بناء الإنسان والعناية بالقرآن الكريم حفظا وتلاوة وتجويدا. شفت الإعلان عبر الإنستغرام، إعلان المسابقة، فسارعت وسجلت فيها الحمد لله، وبديت أشد على نفسي وأشد حيلي وراجع في البيت الحمد لله مع الشيخ، والمسابقة كانت منظمة بسم الله ما شاء الله. لقد من الله علي أن أشارك في هذه المسابقة التي تم معرفتها من خلال موقع الجامعة القاسمية، نسأل الله سبحانه وتعالى فيها التفوق والتوفيق إن شاء الله. قامت الجامعة في نسخة الجائزة الخامسة بتوزيع ورفع سقف المشاركات لتشمل طلابا وطالبات من مختلف دول العالم، بعدما كانت في نسختها الأولى مخصصة لطلاب الجامعة فقط. هذا يعتبر إنجاز كبير وتطور واضح وملموس، وما شاء الله المستويات ما شاء الله في تنافس شديد سواء في القرآن أو السنة، وهذا إنما يدل على يعني سمعة هذه الجائزة وانتشارها وقوتها. الحفل الختامي للجائزة سيقام في 28 من مارس الجاري بمقر الجامعة القاسمية، ويسلم خلاله الفائزون جوائز إجمالية تصل إلى 300,000 درهم، وتهدف الجامعة من خلال مبادراتها أن تخرج أجيالا من البنين والبنات من مختلف دول العالم ليعودوا سفراء إلى بلادهم لينشروا القيم الأصيلة والصحيحة للإسلام. تهدف الجامعة القاسمية من خلال هذه الجائزة أن تخرج أجيالا من البنين والبنات حافظا لكتاب الله تعالى مرتنا له، قادرا على أن ينشر القيم الأصيلة والصحيحة للإسلام. لأخبار الدار، مجد السويدي من الجامعة القاسمية.